لقيت حل لحياتي كل الأطراف. هتنتحري؟ أنا في ظهرك يا منير، أجيب قطر؟ إن شاء الله أنت، أنت واللي خلفوه. عايزة إيه أمال طيب؟ أنا بقول نلاقي بقف يشيل الشيلة كلها. يعني منه إن ألاقي إنسان يقعد جنبي كده يسليني، ومنه كمان إن يشيل مسؤولية البيبي اللي جاي في السكة. ونجيب بقى منين البقف اللي يرضى بالخلقة دي؟ أخبارنا إيه النهاردة يا ماما؟ كده برضو تقلقين عليك الشهور اللي فاتت دي كلها؟ ايه ده؟ سرطان؟ يلاوي يلاوي سرطان؟ كل ده ورا بسرطاني؟ سرطان ايه يا ماما؟ البيبي هيجي يوم 21/7، ده برج السرطان، وده من مواصفاته ان هو بيبقى رومانسي كتوم حلوم، هادي الطبع، جريء جدا مع اصحابه، غبي في المطلق. ايه ده؟